علاجي فطريات الفم. مرحبا واهلا وسهلا بكم اعزائي واحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة. اعزائي، علاجي فطريات الفم يكون كالتالي: تناول الطعام الذي يعتبر سهل البلع مثل الكاسترز. اذا كان الالم جراء فطريات الفم غير محتمل، فحاول شرب السوائل باستخدام القشة. فعلاج هذا الأمر يكون كالتالي: نحتاج إلى مضمضة الفم عدة مرات يوميا باستخدام الماء الفاتر والملح، والذي نقوم بتحضير هذا المسحوق وتكرار هذا الأمر مرة في الصباح ومرة في المساء، وبإذن الله تحصلون على النتيجة المرجوة. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وجديدة أحبائي وأعزائي بالله.